سريعا، وفي بعض الناس بعت لي رسائل فعايز اجابات من حضرتك سريعه على الرسائل دي. الناس بتقول ان تسويقيا الاهلي والزمالك لو ما تلعبش هناك خسائر ماديه كبيره، من يتحملها؟ هيتحملها الطرف اللي مش هيحضر المباراه، الطرف اللي مش هيحضر اللي هيتسبب في هذه الخسائر. طيب عشان كده بقول ان القرار ليه توابع كتير في سواء فنيه او جماهيريه. السؤال الثاني، هناك كلام ان الانديه اللي هتشارك في افريقيا او في الكونفدراليه بعض الانديه عندها ازمات في التسجيل، منها الزمالك والمصري، هل دي اشاعه ولا حقيقه؟ حقيقه. يعني حقيقه الانديه دي لو فضل القيد مقفول مش هتشارك؟ طبعا، ان ده جاي من الفيفا بقرارات وطبقا للائحه الاتحاد الافريقي 30/5 و30/6 لازم تكون مخلص كل التزاماتك الخارجيه عشان تقدر تشارك، يبقى عندك الرخصه اللي تشارك فيها في بطوله. يعني ازمه القيد للمصري والنادي الزمالك لازم تنتهي، لازم ينهي خلال 4 5 ايام، يا اما مفيش افريقيا ولا كونفدراليه طبقا للائحه الكاف. طيب بعض الناس قالوا ان الزمالك لو تمسك ان هو ما لعبش، اللائحه بتقول الهبوط ومش الهبوط، وان شاء الله باذن الله دي نقطه حتى ما نتكلمش فيها. حد دلوقتي بعت لي رساله بيقول لي لا الكلام ده غلط، في لائحه 45 بتقول ان الرابطه ممكن تستبعد نادي من المسابقه ويرجع يكمل المسابقه السنه الجايه. الماده 45، الماده 45 دي في ماده كده، بس ده لو مجلس اداره الرابطه اخذ قرار باستبعاد احد الانديه. دي مفاجاه مدويه، اشرح لي بقى القصه دي. لا، في ماده محطوطه ان في حاله ظروف القهرية أو كده، يعني ليها شروط محددة. بتقول إيه؟ بتقول إن لو في الظروف دي توفرت وترتأى مجلس إدارة الرابطة باستبعاد أي نادي من المسابقة الموسم ده، ما يتعاقبش، لأن ده بعقاب للنادي، فمش هتعاقبه الموسم ده وتهبطه، تعاقبه الموسم ده ويرجع يشارك الموسم القادم. طيب الأحداث اللي جارية دلوقتي وإن شاء الله بإذن الله بندعي إن هي يعني تتحل، هل في أي طرف تاني في الدوري المصري؟ يعني كابتن أيمن رمضان دلوقتي كان بيكلمنا في نقط كتيرة جدا، أستاذ أيمن الشريعي إمبارح أنت حضرتك بتقول لي إن هو كان بيتكلم معاك وإن الأمور على ما يرام، الراجل إمبارح يعني قال إن مفيش حاجة كويسة. لا، على ما يرام. بص يا كابتن سيف، إحنا أول ناس قلنا إن في مشاكل في الكرة المصرية. كرابطة من أول يوم، إحنا أول يوم أنتوا خدنا وقعدنا على الكرسي قلنا نعمل الموسم مختلف من سنتين. فالاستاذ ايمن بيقول يا رئيس مجلس الاداره احنا كلنا متفقين على نفس الكلام. لا، سياده النائب استاذ ايمن الشريعي امبارح معلق على بوست حامد وجدي زميلنا الصحفي بيقول له يعني بعد كده اما عاوز انا اعرف القرارات او اعرف الجدول اكلمك وتبعت لي الجدول. هرد على حضرتك رد بسيط جدا. في موقع للرابطه، جدول موجود عليه، قرارات موجوده عليه، المؤجلات موجوده عليه، العقوبات موجوده عليه، اي حد يخش يفتح موقع. يعني اصل ما عندناش سر، احنا بنشتغل لصالح ال 18 نادي وبنحافظ على حقوقهم. يعني قصه، عندنا مشاكل في الكره المصريه بقى لها 10 سنين، عاوزين تطوير. هرجع اقول له حاجه تاني، احنا بنقول منظومه التحكيم، احنا عندنا بلان لمنظومه التحكيم بدايه من الموسم القادم حاطينه ومتكلمين فيه مع الانديه، بس النهارده نادي الزمالك عاوز حل دلوقتي الموسم ده، نشوف ايه الحل اللي ينفع الموسم ده لحد ما نطبق البلان للموسم الجديد. المسابقات عندنا بلان للموسم الجديد مختلف تماما بشكل دوري مختلف عشان نقدر نرجع للطبيعي. هل الاهلي وبيراميدز فتحوا الحديث باي طلبات في التوقيت ده؟ لا خالص، ما كانش فيه غير طلبات التحكيم، والنادي الاهلي حدد طلبه بحكام اجانب في مبارياته مع الزمالك والمصري وبيراميدز. اذا النادي الاهلي وبيراميدز امورهم ماشيه وكل واحد باصص في ورقته بره الازمه، مش طرف في الازمه. مفيش اي نادي تقدم باي طلب رسمي يخص الجدول خالص غير بيان نادي الزمالك. هل النادي الاهلي بعت رسميا استفسار عن المباراه؟ لا. في مباراه؟ مفيش مباراه؟ مفيش. عاده مفيش اي استفسارات بتيجي من الانديه بموجب الجدول، يعني الناس بقى لها سنتين الجدول. انا فاهم، بس يعني القصه دلوقتي انا جايب طاقم تحكيم من بره هدفع له رقم الأهلي كبير. مش انا فاهم، بس انا قصدي ان انا لو انا مفيش مباراه، لو الزمالك اعتذر هجيب الحكم اديله مبلغ كبير ده عشان الراجل يصفر. الحكم ده تم الاتفاق معاه من 15 يوم. لائحه استخدام الحكام الاجانب بيبعت النادي اللي عاوز لاتحاد الكره ولجنه الحكام قبل المباراه. اما التصريحات بيرا ان هو رافض ولا وحكم مصر. ما هو كان رافض، واحنا ما كانش عارف اللائحه. لا، هو رافض المبدا لانه بيرفضه في كاس مصر وفي بطولات الاتحاد، لكن لائحه الرابطه مش عنده، فبالتالي احنا تدخلنا مع الاتحاد ولجنه الحكام لتطبيق اللائحه وتنفيذ مطلب النادي الاهلي بوجود حكام اجانب في المباراه اللي هو طلبها، وده اللي هنعمله مع نادي الزمالك لو هو عاوز، او اي نادي له مطالب سواء في التحكيم الاجنبي او في اصلاح منظومه التحكيم.
ده دورنا. إذن الأهلي وبيراميدز الأمور هادئة تماما وكل واحد بص في ورقته بيستعد. ما فيش نادي يعني من ال 17 قدم أي طلب يخص جدول الدوري أو تعديلات على جدول الدوري. البيان الوحيد الآن والموقف الوحيد اللي نتعامل معاه هو بيان نادي الزمالك. بقيت ال 17 نادي ما حدش قدم. طب أسأل سؤال أخير قبل ما نطلع، هل الزمالك في حالة مثلا خلاص أنا مش هلعب هيبعت رسمي لاتحاد الكورة وخلاص هيبقى في انسحاب، ولا لازم الاهلي يروح والتحكيم يروح والناس تروح والمشهد يبقى بالشكل ده؟ لا يعني لو نادي الزمالك بعت جواب بالانسحاب خلاص يبقى انسحب، هيتطبق اللائحه عليه. ومش هيبقى في يعني ما حدش هيروح الاستاد، ولا لازم الاجراءات ان الناس تروح؟ لا ده لو ما فيش حاجه رسمي جت بالانسحاب. ما هو يعني لو حضرتك هتعرف ان الفريق منسحب، اي فريق في اي مباراه يعني حاجه من الاثنين، يا هيبعت لحاجه جواب رسمي يقول لك انا منسحب من المباراه. هل اللائحه تختلف لو انا بعت لك جواب قبلها اعتذار عن المباراه؟ لائحه الدوري الانسحاب انسحاب، ملوش علاقه حاجه بعت الجواب قبل او ما رحتش في المباراه، ما تفرقش حاجه. لا